أما الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون فأقامت يوما مفتوحا بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية. تضمن الحفل فقرات منوعة ثقافية وتراثية، إضافة إلى أوبريت وطني قدمه عدد من أبناء متلازمة الداون. نعم، ويهدف هذا الاحتفال إلى إدخال البهجة والسرور في نفوسهم وإدماجهم في المجتمع وتعزيز حب الوطن لديهم. الكويت أحلى بلد، وهي غالى قلوبنا ونحبها للأبد. بهذه الكلمات العفوية في حب الكويت احتفل أبناء متلازمة الداون بالأعياد الوطنية في جو مليء بالمرح أطفى البهجة والسعادة في نفوسهم. جميع الاحتفالات تدخل النفوس والبهجة على عيالنا المعاقين، بالذات احتفالات العيد الوطني لها طابع وطعم خاص بالنسبة لعيالنا. تطلع شنو اللي داخلهم، شنو الشعور اللي حق هذا الوطن والانتماء. احنا نعزز في احتفالات العيد الوطني دائما نعزز روح الوطنية عند عيالنا وحبهم لانتمائهم لبلدهم. هم ينتظرون هالفعاليات عيالنا طبعا كل سنة، تشوفين شلون تخلق السعادة في قلوبهم وقلوب الأهالي، يعبرون عن كل الطاقة. أطفال الداون سحرتهم الأغاني الوطنية حتى باتوا قادرين على التفاعل معها بشكل أبهر الحضور، وهذا ما تسعى إليه الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون بتنمية مهاراتهم. هو يحب المرح، يحب الرقص، يحب الموسيقى، يحب الأغاني، يحب الأنوار، يحب يعني كله أوت جوينج، كله يبي يطلع. فإحنا قد ما نقدر نحاول نونسهم وننمي فيهم هالفكرة أن يقدرون يسوون في نفس الوقت رسامين درجة أولى، مصورين درجة أولى. تعالت أصوات أطفال الداون بالأهازيج الوطنية وتراقصت قلوبهم فرحا وابتهاجا، فحملوا الأعلام عاليا بين أيديهم لترفرف بكل عزة وفخر. أنا أحب الكويت، أنا فرحان الكويت، الله يحفظ الكويت. ونحب الشيخ نواف احمد جابر صباح، والشيخ مشعل جابر احمد جابر صباح حفظه الله ورعاه. اشتمل الحفل على العديد من الفقرات المنوعة والترفيهية التي امتعت المعاقين واولياء امورهم. إن مشاركة ذوي الإعاقة في الاحتفالات الوطنية تعزز من مفهوم تواصل المعاق مع المجتمع وتزرع الراحة في نفوسهم. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.